طيب هلا تتذكروا حكينا انه الموتور فيه جنريتر افكت. اذا بنرجع زي ما كان عندنا بالاول، كان عندنا نورث بول ساوث بول، ان الكرنت داخل في الصفحه هون وطالع من الصفحه هون. اذا يجي نتطلع الان على الفلكس، الفلكس راح يكون ماشي بهذا الاتجاه عمودي على الجاب. بدا يصير في عندي حركه. هلا احنا قلنا الفورس كيف كانت راح تصير عندي هون؟ كان عندنا فورسز بهذا الاتجاه وفورسز بهذا الاتجاه، مظبوط؟ اذا راح يصير في عندي دوران بهذا الاتجاه وراح يصير في تورك بهذا الاتجاه. هلا في اللحظه اللي بصير فيها حركه وفي عندي فلكس، ايش راح يتكون؟ هاي حركه، هاي الجنريتر افكت. عندي حركه وعندي فلكس، ايش راح يتكون؟ فولتج. خلينا نشوف اتجاه الفولتج. هلا حسب لينزز لو ايش لازم يكون؟ لازم الفولتج اللي بنشا ينتج كرنت يعاكس الكرنت الاصلي او يعاكس الفولتج الاصلي اللي سببه. هلا اذا الكرنت طالع من الصفحه هون معناها الفولتج اللي باقي الاي ام اف عماله بحاول يمشي بهذا الاتجاه. خلينا نشوف هلا ايش اتجاه الاي ام اف راح يكون عندي هون. عندنا الحركه بهذا الاتجاه، الحركه بهذا الاتجاه، والفلكس بهذا الاتجاه من هون. خلينا نشوف الفلكس، عفوا الفلكس بهذا الاتجاه والحركه بهذا الاتجاه. اذا راح يكون عندي فلكس هيك، وراح عندي حركه بهذا الاتجاه. السيليك السيليك حركته مظبوطه هيك، مظبوط. راح ينتج عندي فلكس بهذا الاتجاه، مظبوط. راح ينتج عندي باك ام اف، لا هذا الحركه، عفوا هاي الحركه وهاي الفلكس، مظبوط. هاي حركه، هاي فلكس، ايش راح ينتج عندي؟ باك اي ام اف. الاي ام اف ايش بحاول يعمل؟ بحاول يحط فولتج يعاكس الفولتج الاصلي اللي موجود هون، ولذلك راح ينشا عندي باك اي ام اف هون، في باك اي ام اف اشارته عمالة بتحاول تمشي كرنت في اي اتجاه؟ بس الكرنت اصلا هو وين ماشي؟ اي اي بهذا الاتجاه. اذا البولاريتي تبعت الباك اي ام اف راح تكون بحيث انها تعاكس الفولتج الاصلي الموجود هون، وراح ينشا عندي نفس الشيء على الجهه الثانيه موجوده هون. اذا المحرك لما يبدا يلف راح يتكون عندنا في سورس ار اي. ال اي راح اعمله هلا، ايمتى بنهتم بال اي؟ اذا بدي اطلع دايناميك موديل للسيستم. احنا ما بيهمنا كثير هلا الدايناميك، وين بيهمنا الدايناميك موديل للسيستم؟ لو بدي اعمل ترانزيت، لو بدي اعمل ترانسفير فانكشن، لو بدي اطلع ترانسفير فانكشن لهذا السيستم راح يطلع عندي بول من ار اي ال اي. اذا هون راح يكون عندي، طيب هذا الباك اي ام اف مع ايش راح يتناسب؟ ايش راح يزيد هذا الباك اي ام اف؟ ايش اللي انتج الباك اي ام اف؟ الفلكس، الفلكس والحركه والسرعه. اذا الفي باك اي ام اف بتناسب مع السرعه وبتناسب مع الفلكس. اذا الفي باك اي ام اف بيساوي كي في فاي في اوميجا. اوكي مظبوط ماشي. اذا لازم الباك اي ام اف هذا بتناسب مع الفلكس اللي موجود، بتناسب مع سرعه المحرك. كل ما زادت سرعه المحرك وزاد الفلكس راح يزيد عندي الباك اي ام اف الموجود. الباك اي ام اف، ولذلك اول ما بيبدا الدي سي موتور قديش بكون الكرنت؟ اول ما بيبدا الدي سي موتور بكون ستيشنري. لما باجي بحط هون فولتج على الدي سي موتور في اس، ايش اللي عماله بقاوم مرور الكرنت من هون؟ قديش الفولتج في البدايه اول ما يبدا المحرك لما يبدا فروم ستاند ستيل فروم زيرو؟ زيرو. اذا شو اللي عم بعمل ليميتيشن على الكرنت؟ اي اي بس، ار اي بس. لذلك ما بقدرش اعمل ستارتنج للدي سي موتور بدون سيريز ريزيسترز اضافيه. اذا حطيت في اس على ار اي راح يمر كرنت عالي جدا، لانه لسه ما صار في عندي باك اي ام اف. لما يبدا يلف في المحرك ايش بتكون عندنا؟ بتكون اوميجا، فبيعمل باك اي ام اف. اذا الباك اي ام اف سببه وجود الفلكس، وجود سرعه. كل ما زادت السرعه او زاد الفلكس راح يزيد عندي الباك اي ام اف. هلا هيك نقدر نكتب المعادله الاساسيه تبعت الدي سي موتور. المعادله الاساسيه تبعت الدي سي موتور هي في اس بتساوي اي اي ار اي. طبعا اذا عندي ترانزينت راح يكون دي اي اي از ا فانكشن اوف تايم دي تي. اذا كانت دي اي على دي تي زيرو راح تكون هذه كلها الكميه زيرو، زائد في باك اي ام اف وتساوي اي اي ار اي. اذا احملت هاي في الشيء عندي ترانزينت راح تكون كي في فاي في اوميجا بتساوي في اس. هاي معادله مهمه جدا، هاي المعادله الاساسيه تبعت الاندكشن الدي سي موتور.
طبعا هون بفترض انا انه فاي انا بتحكم في فاي. كيف بتحكم بفاي؟ عن طريق تغيير اي اف. اذا انا غيرت اي اف بتغير معي فاي، بتغير الماجنتيك فلكس اللي موجود في هذا المحرك. ماشي اوكي. المعادله الثانيه تتذكروا التورك، نشا عندي تورك من فورس مزبوط. ايش اللي انشا التورك؟ فلكس وايش؟ وكرنت. اذا تي بيساوي كي في اي اي في فاي. اوكي التورك بده يتناسب مع الكرنت ومع الفلكس، والباك ام اف بتناسب مع الفلكس والسبيد. هلا رح نكتب معادله اساسيه، رح نطور هدول المعادلتين لمعادله واحده للمحرك.